بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيون الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده الحد، عارفين يوم الحد بيبقى يوم الطبي، واليوم الطبي النهارده بيشرفنا وينورنا دكتور احمد صبري استشاري الصحه العلاجيه والسمنه. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا شيف يسري؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك بخير. عامل ايه في الجو البرد ده؟ هو طبعا الجو برد جدا. منورنا يا دكتور واحنا سعداء بوجودك. النهارده هنعمل حاجات ان شاء الله يعني شويه كده فيهم اختراعات ولكن طعمها حلو قوي وكمان سعراتها الحراريه اقل، لان احنا والدكتور هنتكلم النهارده في حاجه اسمها السعرات السلبيه. يعني ايه سعرات سلبيه؟ يعني زي ما حد كده يكون بياكل هوا، يعني ياكل ويقنع نفسه انه كل وامتلا وهو في نفس الوقت بيفيد صحته، مش بياكل اكل فيه سعرات عاليه فيضر نفسه. هنتكلم على السعرات السلبيه دي وهنتكلم على حاجات كتير جدا مع دكتور احمد صبري، ولكن تعالوا نبدا بالطبق من المقبلات المشهوره عالميا. احنا شلنا كل الحاجات الدسمه اللي فيه، خليت فيه بس نص كوبايه كريمه، هي ده الدسم. كل الاكله، كل الاكله فيها نص كوبايه كريمه بس، هتتقسم على كام شريحه هنحسبها مع بعض. عندنا الباتيه سمك او ترين السمك، باتيه السمك او ترين السمك او قالب السمك زي ما تحبوا تسموه سموه، هو عباره عن حوالي كيلو الا ربع من السمك، كيلو الا ربع من السمك الفيليه، وعندي 100 جرام من السمك السلمون الطازج، وعندي كمان 100 جرام من الجمبري الصغير، ومعلقتين شبت، وعدد 2 بيضه، ونص كوبايه كريمه، وبصلايه، وفص ثوم، ونص كوبايه بسله، وثمره جزر. شايفين كل المكونات تعتبر يعني مش ما فيهاش سعرات حراريه عاليه الا نص كوبايه الكريمه، وممكن نخففها خالص ونحط حاجه تانية هقول لكم عليها لو حابين، لكن الكريمه بتديها شويه ريتشي، تخليها غنيه شويه. لكن لما نيجي نقطعها بقى على القالب يا دكتور، هتبقى تقريبا القالب ده يتقطع مثلا ل 12 ل 15 قطعه، يبقى كل قطعه من دول بتاخد لها حوالي 8 مللي جرام من الكريمه، يعني ما بتاثرش حاجه كبيره، حاجه مش كتير قوي. تعال نتكلم تاني عن المقادير. عندي كيلو الا ربع من السمك الفيليه، عندي كمان 100 جرام من سمك السلمون، وعندي 100 جرام من الجمبري، ومعلقتين شبت، وعدد 2 بيضه، وكمان عندنا نص كوبايه كريمه، وبصلايه، وفص ثوم، ونص كوبايه بسله، وجزرايه متقطعه مكعبات. وتعالوا نشتغل مع بعض، موضوع بسيط قوي ما فيهوش حاجه خالص. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب قالب اهو نخليه جنبنا كده عشان ده اللي هنحط فيه الخليط بتاعنا، وفي نفس الوقت هنجيب برضو بوله عشان ما نروحش بقى ونجي كتير، ويكون عندي هنا الفود بروسيسور بتاعي جاهز. ناخد اول حاجه البصل ننعمه، هو والثوم، ونقلبهم مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يعني ننعم ده خالص عشان يبقى زي ما بنقول بيوريه، ما يبانش جوه الخليط بتاعنا اهو. شايفين احنا حطينا هنا بصل وثوم، هزود عليه وهو شغال كده شويه ملح وشويه من الفلفل، وبعدين نبدا نزود عليه السمك. نزود السمك، قطع السمك الفيليه وهو شغال اهو، ونسيبها لما تدوب خالص. احنا حطينا هنا البصل، حطينا الثوم، وهنسيبها لما تدوب خالص، يعني تبقى زي ما بنقول بيوري خالص خالص اهو. بعد كده حوطت شويه ونحط البيض. يبقى انا حطينا السمك والبصل والثوم والبيض والملح والفلفل. شايفين كل شويه بيبقى موس، يعني بيدوب خالص، وارجع ازود عليه نص كوبايه الكريمه. وبعدين بعد ما خفقنا كل الحاجات مع بعض اهو، تاني السمك مع البصل والثوم ونص كوبايه الكريمه والبيض والملح والفلفل، هنحط الشبت المفروم، نقلب كله مع بعض اهو،
ونركن ده على جنب. وبعدين نجيب بقى مع بعض كده السمك السلمون متقطع مكعبات. عفوا، الله يخليك، الحمد لله رب العالمين. يا استاذ فتحي. الو. خير يا حاج يسري، اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب يا حاج يسري. وحضرتك طيب يا استاذ فتحي، ربنا يخليك ليا. الاول انا ببعت تهنئه لجميع العاملين في البرنامج مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب. هم كمان بيهدوا بمناسبه المولد النبوي اللي فات والعام الجديد اللي احنا فيه. كل سنه وحضرتك طيب يا اخو المسيحيين بعيد الميلاد المجيد اللي جاي ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، وهم كمان يا رب يكونوا سامعينك ويكونوا متابعين وبرضه بيهنوك بالسنه الجديده. الله يحفظك ويبارك في حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ فتحي يا رب، الله يكرمك. انا لي عند حضرتك رجاء. تؤمرني. ما يأمرش عليك ظالم. بالنسبه للطلبه بتوع السياحه والفنادق، نعم، هم دلوقتي حاليا في امتحانات، نعم، والبرنامج بتاع حضرتك وجميع برامج الطهي اللي بتيجي في التلفزيون دي بتعتبر دروس خصوصيه مجانيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مجانيه من اساتذه اكاديميين زي حضرتك افندم. فارجو وانت حضرتك بتشرح على الاقل من مهلك شويه علشان حتى يستوعبوا الشرح دي نمره واحد. حاضر. عملي ونظري. حاضر. تمام يا حاج يسري، معلش. لا يا استاذ فتحي، انا تحت امرك. والله حضرتك اثرت موضوع رائع جدا وانا موافق حضرتك عليه. الله الله يخليك. يعني ان شاء الله ليك سؤال ثاني او حاجه ثانيه ملحوظه ثانيه يا استاذ فتحي؟ انا بشكر حضرتك يا استاذ فتحي، وانا طبعا عايز اقول ان الاستاذ فتحي بيقول ان برامج الطهي اصبحت دروس مجانيه لطلبه وطالبات السياحة والفنادق وخصوصا قسم المطبخ، وأنا طبعا ده هدف من أهدافي أنا كيسري أو كشيف يسري. هدف من أهدافي أن الطلبة تتعلم قد إيه أن الموضوع فيه فنيات لازم يعرفوها. سيدات البيوت على رأسنا من فوق، وهم أساتذتنا وهم أمهاتنا وهم أخواتنا الجمال وهم بناتنا وهم كل شيء في حياتنا، ولكن الطلبة لهم المرتبة الثانية بعدهم، ما فيش بلاش الأولى عشان خاطر ما حدش يزعل. فعشان كده بتمنى أن برامجنا أو برامج الطهي تكون بتحقق نفس الهدف، اللي هو أن احنا إزاي طالب السياحة والفنادق يقدر يستوعب اللي احنا بنقوله ده ويطلع معانا إن شاء الله كويس، وإن شاء الله يلبي رغبته ويحقق اللي هو عايزه، ويا ربي ربنا يوفقهم في الامتحانات. وبشكرك شكر تاني يا استاذ فتحي على معلومتك الجميله كده. يا دكتور احنا معلش استاذ فتحي تطرق لموضوع فكان لازم نتكلم فيه. هنا حطينا الجمبري، حطيت البسله، حطيت السيمون، حطيت كمان الجزر، وبعدين نقلب كل ده مع بعضه بقى. ننزل كده، شايفين اهو. وبعدين بعد ما بنحط كل ده مع بعضه نعمل ايه؟ نقلبه وهنحطه في القالب ونعمل له حمام ميه. يا استاذه منى ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بحضرتك، وحشني. ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. انا بحب برنامجك قوي. ربنا يبارك في عمرك، وانا طبعا سعيد بتليفونك، الله يعزك يا رب. وبحب جميل الاكل اللي انت بتعمله، كل الله. حاجه بتعملها جميل. تعالي نورينا، اتفضلي معانا. اتفضلي، انا سامعك. الله يكرمك يا رب، الله يخليك. مالكيش سؤال يا استاذه منى؟ الو. ايوه انا معاك. اتفضلي، انا سامعك، لو ليكي سؤال او اي حاجه تحت امرك. عايزه اعرف طريقه الاسفنجيه. حاضر من عينيا. حاجه تاني؟ لا متشكره. انا بشكر حضرتك على اتصالك الجميل، وهقول لك على الكيك الاسفنجي. حاضر من عينيا. احنا كده خلصنا، بشكرك يا استاذه منى. هنصب ده كده هنا اهو. لازم يكون حمام مائي وتكون ميه سخنه، وبعد كده نحطه في الفرن على درجه حراره 180 لغايه ما يستوي معانا، شايفين. بعدين نحط هنا والميه تكون سخنه اهي، وندخل في الفرن. بعد كده نكمل مع دكتور احمد على السمك واخباره ايه، ونتكلم بقى على اللي حضرتك هتقول عليه. وسامحنا يا دكتور ان احنا خدنا الوقت ده كله منك، اتفضل. لا ولا يهمك شيف يسر.
هو طبعا، بس انا عايز اقول حاجه بمناسبه السمك، ان معظم الناس في البرد الشديد ده بيخافوا شويه من الاسماك، مع ان الاسماك فيها الاوميجا 3 اللي هي اصلا بتقوي جهاز المناعه. يعني احنا لو بناكل الاسماك دي مره او مرتين في الاسبوع احنا مش هنصاب بالاسماك بالبرد، ولكن يعني في دوار الحساسيه الشديده الناس اللي بيكون عندها برد بحساسيه هم دول اللي يمتنعوا شويه عن اكل السمك. يعني ايه حساسيه يا دكتور برضه عشان نفسر؟ يعني الناس اللي في دور منتشر الفتره دي ان هم بيكون عندهم برد وشرقه وبيجي لهم لسه وكحه وحاجات كده بادئ يطلع من عندي، لسه بادئ اهو يعني. شكلك عندك برد. انا سالت طبعا قبل الحلقه حبيبي ربنا يخليك. بعدين شيف يسري، عشان الناس بتخاف تاكل الاسماك في الشتاء، مع ان الاسماك دي مهمه جدا في الشتاء عشان تقوي جهاز المناعه. نعم. عشان تقينا من نزلات البرد. نعم. فده اللي احنا بنقوله. طيب دكتور، طب هل طريقه التسويه بتفرق في 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 السمك؟ يعني ممكن لو متحمر يفرق، لو عملته كده زي ما احنا عاملينه ستيم كده في البخار يفرق، او مشوي يفرق؟ الثلاث تسويات. هو طبعا اكتر حاجه الستيم كده، الطريقه اللي فيها البخار دي ما بتكسرش الحاجات المفيده اللي فيه، الانسجه، فده مهم جدا عشان البروتينات كمان تخش الجسم والجسم يستفيد بيها. لكن طبعا بقى الزيوت الكتير ومش عارف ايه يعني ده انا عمري ما جيت حتى في حلقه، احنا دايما بنعمل اكل خالص الحمد لله. يعني حبيبي ربنا يخليك. اجي يوم الاثنين في الحاجات الدسمه اللي بتعملوها. الله يكرمك. بتابع يوم الاثنين بتعملوا اكل لاكل العزومه البيتي. عزومه بيتي، ما احنا لازم كل واحد حقه. هو احنا بنتكلم ان النهارده يوم طبي، فبنخلي دايما الاكل هيلثي صح، اروق حاجه. مكلمك كده كلير. رائع. لكن في الايام العاديه احنا بنعمل اكل برضو بس فيه سعرات حراريه، بس مش بنفس الدرجه برضو. وفي اليوم العزومه البيتي بتبقى حسب صاحبه، حسب الضيف، حسب لكن الضيف اللي لكن جاي. هو الحقيقه احنا يعني في الاكل الصحي بدانا نعمل اكل يعني فعلا unusual untraditional، يعني اكل غير تقليدي بالمره. الحمد لله. يعني بسله في يعني انا قاعد بتفرج اللي هو الاكل، يعني اكل شويه ممكن تحسوا انه ساعات بنعمل الاكل بالفار ايست من شرق اسيا وساعات من كل مكان، واكل غربي واكل طلياني هيلسي. يعني ده عشان الناس بقى اللي بتقول كمان اكل الرجيم ومش الرجيم. فاحنا في يوم الشيف يسري في يوم الاحد فعلا بتعمل اكل فظيع. يعني ربنا يخليك يا دكتور. هو زي ما حضرتك بتقول، ولكن هي القصه ببساطه احنا بقى عندنا ثقافه دلوقتي الحمد لله كويسه يعني في الاكل. ازاي يعني ايه؟ الناس عايزه تخرج وتاكل وتروح اماكن والى اخره. احنا بنقرب لها المسافه. صح. يعني مثلا في اماكن فيها مطاعم كتير ممكن ما تكونش موجوده في المحافظات، فاحنا بنروح للمحافظات بالاماكن دي. يعني بنودي لهم إيه هم بياكلوا ايه، بنقدم لهم طبق انترناشونال وهو قاعد في بيته ممكن يعمله، ولانه عنده المكونات زي اللي احنا قلناها دي، معظم المكونات موجوده في كل مكان دلوقتي. ممكن يعمل قالب زي دوت وهو في البيت عنده. فعشان كده بنقرب المسافات للساده المشاهدين زي ما حضرتك برضو بتقربها بالمعلومات الطبيه بتاعت حضرتك. دكتور طيب، ما هو او ما هي السعرات السلبيه؟ ما معناها؟ لان انت لما قلت اللفظ انا بالنسبه لي لفت نظري سلبي يعني حاجه، لكن انا عايز تفسير من حضرتك. طب احنا دلوقتي عارفين ان احنا زي ما حضرتك بتقول يا شيف يسري في فتره برد شديده، والناس ما طب اسمحك بس عشان في حد على التليفون بقاله كتير. انا اسف. يا استاذه شيري. الو. طيب احنا حاول تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفونك. اتفضل يا دكتور. فبقول احنا في البروده الشديده دي الناس يمكن شويه مش قادره تبطل اكل، ومش قد والجوع طبعا بيبقى يعني كبير جدا بالنسبه لمراحل الشتاء. فانا النهارده احنا مع الشيف يسري بنقترح بعض الاطعمه اللي فيها السعرات السالبه. السعرات السالبه دي يا شيف يسري معناها ان انت ازاي تاخد اكل يمدك بطاقه، ولكن الطاقه دي قليله بالنسبه لان الجسم بيفقد طاقه اعلى بكتير. يعني مثلا لو حاجه هتديك 100 سعر حراري، لا جسمك عشان يحرقها هياخد 200، يبقى اذا الجسم حرق بالسالب 100 سعر حراري. فازاي انا اكل كتير ولكن في نفس الوقت
بحرق اكتر، وده فكر جديد وفكر متطور بيعملوه النهارده الغرب او الامريكان بالذات، بالنسبه ان هم من اعلى معدلات السمنه في العالم. بداوا يواجهوا السمنه اللي عندهم عشان الناس مش قادره تبطل الجانك فودز او الفاست فودز او الاكل كل شويه بياكلوا. على فكره احنا يعني عشان الناس بتقول المصريين بياكلوا كتير والمحشي وبيتريقوا علينا، على فكره في شعوب غربيه بياكلوا اكتر مننا بكتير وما بيقدروش يبطلوا، وعشان كده تلاقي عندهم هم اكتر الادويه بتاعت سد النفس ومط الادويه عندهم كتير جدا بتاعت السمنه. فبداوا يا شيف يسري يواجهوا فكره الاكل الكتير وان هم مش قادرين يفرملوا الاكل بفكره السعرات السالبه، اكل ايه كتير ولكن يديني طاقه اقل من اللي انا هحرقه، فانا لا اكل كتير واحرق كتير في نفس الوقت فما تخنش. فده فكر جديد ومتطور فاحنا بنقدمه النهارده من خلال برنامج المطبخ عشان يعني انفراده وشيف يوسف. انفراد، ربنا يخليك يا دكتور، دايما طول عمرك صاحب انفرادات معانا في برنامج المطبخ. هنستاذن حضراتكم لفاصل، وبعدين بعد الفاصل هنكمل مع بعض السعرات السالبه وايه من الاكل اللي انا اقدر اكله يديني السعرات السالبه دي، يعني احس بالامتلاء وفي نفس الوقت شبعان وفي نفس الوقت ما تخنش. خليكم معانا لبعض الفاصل عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياه، لكم بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض ترين السمك، ده شكله بعد ما استوى، يعني هتشوفوا تلاقوا فيه قطع السمك موجوده والبسله والشبك وكل حاجه جاهزه واللحمه نفسها، ولكن ما فيهوش زي ما قلنا سعرات حراريه يا دكتور غير نص كوبايه الكريمه العاليه، لكن الباقي كله احنا قلنا الاوميجا 3 والحاجات الموجوده في السلمون والاسماك والى اخره. انا هتكلم على الطبق الثاني، الطبق الثاني ده بقى هنسافر للمكسيك. يعني ده من اوروبا انهم طايرين رايحين على المكسيك، هنعمل شرائح فيليه على الطريقه المكسيكي، دايت وخفيفه وسبايسي وطعمها حلو، واللي عايز ياكل ياكل، يعني مش حاجه عشان بنقول يوم صحي الناس تمتنع، بالعكس احنا بنقول اقل سعرات حراريه. عايزين تزودوا سعرات حراريه هتزودوا في ايه؟ مفيش حاجه تتزود فيها. انا عندي كيلو من لحم الفيليه متقطع شرايح، كيلو من لحم الفيليه متقطع شرايح، معلقه واحده من الزيت، وثلاث ثمرات فلفل ملون، ثلاث ثمرات فلفل ملون، وبصلايه، وثلاث فصوص ثوم متقطعين شرايح، وقرن فلفل حامي، ومعلقتين هريسه شطه، خمس طماطميات مبشورين، معلقه من صوص الورشستر ساير. ورشستر ساير ده موجود في الاسواق وبيدي طعم الجريل، بيدي طعم المشويات. عندي معلقه زعتر وهنقدمه مع رز ذهبي مسلوق. تاني، كيلو من لحم الفيليه، كيلو هو متقطع شرايح عشان تبقى سريعه في التسويه. عندي كمان معلقه زيت واحده، وثلاث ثمرات فلفل الوان، وبصلايه، وثلاث فصوص ثوم شرايح، وثمره فلفل حامي، ومعلقتين من هريسه الشطه، خمس طماطميات مبشورين، وكمان عندي معلقه من الصوص الورشستر ساير، ومعلقه زعتر، و هنقدمه مع رز ذهبي مسلوق. ادي الرز الذهبي قبل اي حاجه عشان بس نسويه، اهو شايفين منقوع في الميه بقاله نص ساعه، ميه بملح. الرز الذهبي ده اللي هو متوسط الحبه، يعني مش بسمتي، ده ثلاث ارباع، يعني نص حبه، نص مش البسمتي الطويل الحبه، يعني متوسط الحبه اهو. بعد ما نقعناه في الميه هناخده نصفيه، وزي ما بقول كل مره يكون عندي الميه بتغلي فيها ايه الميه ولا حاجه، هنحط لها دلوقتي شويه ملح فقط، وبعدين نحط على الميه اللي بتغلي اللي فيها شويه الملح الرز، وبعدين نغطي ونسيب الرز يستوي. في اسهل من كده؟ اهو مفيش اسهل من كده. عملت ايه انا؟ نقعت الرز قبلها بنص ساعه في ميه بملح، وبعد ساعة التسوية مية بتجري حطيت عليها شوية ملح، وقمت ضايف الرز وسايبه يستوي، مش هحط له أي مادة دهنية. هنا في معلقة من الورشستر ساير، هناخد شوية منها نقلبها على اللحمة بدون إضافات، هنحط شوية ملح صغيرين وشوية فلفل صغيرين فقط. تاني أهو عشان يديني طعم المشويات اللي أنا قلتها، يبقى هنحط شوية زعتر أهو،
وهنحط شويه من الملح وشويه من الفلفل، ونروح بقى نسخن الطاسه بتاعتنا او الوك ده جامد، نحط معلقه الزيت وناخد الخليط ده. ورشستر ساير ده بيبقى صوص لزج شويه، يعني صوص كده ايه تقيل مش خفيف. اول ما هيسخن الزيت هننزل عليه اللحمه تتشوح معانا، وبعد كده نسيب الدكتور بقى يتكلم على الاكله دي. ايه رايك فيها يا دكتور؟ ادوق الاول. هدوق حضرتك. حاضر. هو الصوص ده منين يا شيف يسري؟ الصوص ده اصلا ممكن ابقى اقول لهم مكوناته، لكن هو بيتباع في السوبر ماركت اسمه ورشستر ساير. ده بيدي طعم الباربيكيو، طعم التدخين مع الشوي في الاكل. تمام، عشان بس نبقى عارفين الاكله. الاكله مكسيكي. طيب حطينا هنا الزيت. اول ما هيسخن الزيت هننزل عليها، هي معلقه من الزيت واحده، ونقلب. يعني نقلب يعني دايما ما تسيبوش الطاسه في ساعتها كده عشان خاطر ما تلزقش، وبعد كده اما تقلبوها تقلبتين ابقوا سيبوها هتلون معانا. يبقى احنا حطينا اهو الزيت وهنسيبها مع بعضها كده تستوي شويه، ونكمل مع دكتور احمد بقى. تمام، احنا كنا يعني بنتكلم قبل الفاصل في قصه ان احنا بناكل كتير في الشتاء، فبدات الابحاث العلميه الغربيه تتجه ان الناس كمان عندهم اكتر مننا بياكلوا كتير في الشتاء، ما بيقدروش يفرملوا، وده السبب الرئيسي من مسببات السمنه، بنتخن عشان بناكل كتير. فنعمل ايه؟ فبداوا يلاقوا ان مع الابحاث ان في اكلات هي بتستهلك طاقه اكتر من اللي بتمدك بيها، يعني فعشان كده سموها السعرات السالبه. فهبدا اقول على بعض الاكلات كده اللي هي ممكن يعني يبقى فيها سعرات سالبه، وبعض الافكار اللي احنا بنطبقها عادي جدا، والنصائح اللي احنا بنعرفها البسيطه واللي بتندرج تحت فكره السعرات السالبه. اولا الميه، احنا طبعا عارفين الرجيمات اللي هي بيتقال عليها رجيمات الميه، اللي هم بيفضلوا يشربوا مثلا كوبايتين او ثلاثه من الميه قبل الاكل، وخاصه بقى الميه البارده او الميه المثلجه كمان. يعني دلوقتي حتى اكتر احسن من الميه الدافيه، احسن من الميه الدافيه. فدلوقتي في سؤال دايما الناس بتقوله، هو انا لو شربت ميه بارده اخس؟ اتخس، لان من 10 ل 12 كوبايه ميه في اليوم من الميه البارده بتحرق 250 سعر حراري، والميه اصلا زيرو سعرات حراريه، يعني الميه مالهاش سعرات حراريه، ولكن انت على مدار اليوم لما انت بتبدا تشرب من 10 ل 12 كوبايه ميه في اليوم هتحرق لك 250 سعر حراري. طب احنا عارفين ان احنا اصلا المشي نص ساعه بيحرق 320 سعر حراري، عشان كده الناس اللي هي لا بتمشي ولا بتشرب ميه ما بتخسش اصلا. فاحنا فاهمين كده فكره شرب الميه مفيده قد ايه، خاصه الميه البارده. فدي بيتقال عليها رجيمات الميه، وهو اصلا ما فيش حاجه اسمها رجيم ميه، ولكن الميه نفسها شربها الكتير بيستهلك من السعرات اكتر بكتير من اللي داخل، لان هي ما بتدخلش سعرات حراريه. فدي اول فكره بالنسبه لشرب الميه الكتير وخاصه الميه البارده. الحاجه الثانيه الجريب فروت، احنا عارفين ان احنا كوبايه من الجريب فروت الصبح على الريق بتخليك تحرق كويس جدا وبتنشط الحرق، وفعلا الناس اللي بتاخد الجريب فروت على الريق بتخس. ليه؟ لان الجريب فروت نفسه الثمره فيها 42 سعر حراري، ولكن هي بتستهلك 80 سعر حراري، يعني اذا كده في فرق 38 سعر حراري بين السعرات اللي انا باخدها واللي انا بستهلكها. تاني، هي الجريب فروت فيه 42 سعر حراري، ولكن الجسم عشان يحرق الكلام ده بيستهلك 80 سعر حراري، يعني فرق السعرات السالبه 38 سعر حراري. عشان كده الجريب فروت من اكتر الحاجات اللي بتنشط الحرق، ولما بناخدها الصبح على الريق كمان بتخليك تخس كويس جدا. يا دكتور بقى طالما اتكلمنا على الجريب فروت، هل الجريب فروت زي البرتقال والاستفندي، ولا ده بيحتاج حرق اكتر؟ هو بيخلي الجسم يحرق اكتر، يعني هي البرتقال او البرتقال نفسه بيخليك تحرق 12 سعر حراري يا شيف يسري بالسالب، ده بيخليك تحرق 38 سعر حراري، يعني ده ليه قيمه في الحر اعلى وبينشط الحر اكتر. لكن كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي من مضادات اكسده، لان هي كمان فيها يعني افاده للجسم ان هي بتقلل من مستوى السكر في الدم وبتقلل كوليسترول الدم،
فالاكلات دي نفسها بلس ان هي فيها سعرات حراريه سالبه، لا هي كمان يعني بتخفض الكوليسترول، بتخفض سكر الدم، بتظبط حاجات كتير جدا، كمان بتظبط الضغط، فهي فيها افاده. انا مش بتكلم عن الاستفاده، لكن انا النهارده بتكلم فكره تاكل ايه كتير وما يخلكش تخس، بالعكس ما يخلكش تزيد، لا بالعكس يخليك تخس، عشان ده اللي هو السلاح اللي هنقدر نقاوم بيه برد الشتاء والاكل الكتير في الشتاء. يعني معنى كلامك يا دكتور ان انا دلوقتي انا بحتاج مثلا اكل ربع كيلو لحمه من ده، احنا شلنا كميه من اللحمه حطينا مثلا كميه من الخضروات، فاستهلكت طاقه اكتر من جسمي، تمام، فخلتني افقد سعرات حراريه اعلى، وفي نفس الوقت ادتني قيمه غذائيه اعلى. صح كده، هو ده كلام حضرتك، هو ده بالظبط اللي مقصود النهارده في حلقه النهار، هو ده السعرات السالبه. طيب جميل يا دكتور. طيب هنكمل مع بعض، بس بعد ما اشرح لهم احنا عملنا ايه. انا حطيت زي ما قلنا نص كميه الورشستر ساير، والورشستر ساير ده موجود في اي رف في السوبر ماركت بتاع اي هايبر او اي سوبر ماركت، موجود فيه كده ورشستر ساير. هناخد معلقه نحط شويه على اللحمه، شويه ملح وفلفل، حطيناهم، شايفين مدي اللون اللي هو اللامع دوت من الصوص. وبعد كده نشلت اللحمه بعد ما استوت بالظبط كده يجي 70-80%، وقمت حاطط في نفس الطاسه البصل والفلفل والفلفل الحامي والثوم المتقطع شرايح، كله مع بعض زي ما بنقول نيف نيف. هتلاحظوا ان الموضوع ما فيهوش تسويه. وبعد كده اضفت له الطماطم المبشوره، وهنحط هريسه الشطه، معلقتين، ده للي بيحب الشطه السبايسي. محمود ما بيحب الشطه مش هياكل شطه، مش مشكله. هناخد بقى بقيت كميه الورشستر ساير اهي، ونقلب كل ده مع بعضه. هتلاقوا فيه صوص بينزل اهو، هنسيب ده يغلي مع بعضه، وفي الاخر هنضيف عليه اللحمه تغلي كمان غلوه عشان تكمل تسويتها. ولكن امتى الكلام ده؟ بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنغرف مع بعض اللحمه بتاعتنا، ونوريكم التريم بتاع السمك او الباتيه اللي احنا عملناه، وهنعمل كيكه بالجيلي ازاي بعد ما نرجع من فاصل. ما حدش راح في اي مكان عشان تشوفوا الممتع والجديد على تلفزيون الحياه بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم، واحنا بنغرف قدامكم دلوقتي خدنا الرز المسلوق بميه فيها ملح فقط، الرز الذهبي. بنغرف اللحمه اهي مع شويه من الصوص في النص، ونحط كمان شويه، بعدين بقى عايزين نحط شويه من الصوص على الفوق. بعدين بقى دكتور احمد قال لي عجبني قوي، فقلت نغرف له شويه كده يدوقهم معانا اهم، بس يا رب يكون عجبه بجد. يعني شيف يسري عامل ابداع. الله يخليك يا دكتور. شيف يسري دايما، انا بجد والله العظيم بحييك، يعني دايما بيبدع ومختلف. وكنت لسه بحكي له حاجه على الموقف بتاع العياده. يا شيف ربنا يخليك. على فكره انا كنت تعبان وانت بتكلمني، بس فعلا والله كنت في العياده، فكلمت الشيف يسري، جات لي ست طيبه جدا كده عندها 60 سنة ما شاء الله يعني، فبتقول لي يا شيف يسري ساعه لما كلمتك بتقول لي بص انا سلمي على الشيف يسري قوي، فانا قلت لها انا هسلم لك عليه على الهوا. بتقول لي انا عندي مجلدات كاتباها من سنين ورا الشيف يسري، وبقول لاولادي انا لما يعني اموت بعد شر عليها يعني، بتقول لي انا لما اموت ده الورث بتاعكم، ده الميراث. ربنا يرحمها ويديها الصحه ويكرمها. انبسطت قوي، وساعتها فضلت مصمم ان انا اكلمك عشان تسلم عليها. ويعني فعلا حب الناس ده، يعني ربنا دايما يحبب فيه خلقه، لان انت مختلف. شرف ليا طبعا، وانا حضرتك قلت لي، فانا طبعا بشكرها على الهوا، وبقول لها ان ده يعني بتورث ولادها علم عامة يعني. لكن والله أنا سعيد بها جدا جدا جدا، وبتمنى ده يكون هدف يعني إن شاء الله. يعني ممكن الواحد ينتقل من مرحلة لمرحلة بفضل دعوة، بفضل حاجة سابها كويس. فبشكرك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. أخبار الأكل إيه؟ سبايسي. طيب. فيري سبايسي. قهوة شوية بس حلو. سبايسي بس بالهنا والشفا. اللحمة أخبارها هي مستوية ولا لسه؟ لا ويل دان كويس. طب هنتكلم مع دكتور، بس أنا سبته ياكل كده وينبسط على بال ما نقول كيكة الجيلي. كيكة الجيلي
هي بمنتهى البساطة عندنا طبقة من الجيلي هنقول مقاديرها، عايزين تاكلوها لوحدها ما فيش مشكلة، وطبقة من الكيك هنقول مقاديرها. كيك؟ اه كيك. طبقة الجيلي هي عبارة عن اتنين باكو جيلي فراولة، اتنين باكو جيلي فراولة، وأربع كوبايات مية سخنة، ونص كيلو فراولة. تاني، اتنين باكو جيلي فراولة وأربع كوبايات مية سخنة ونص كيلو فراولة. أما طبقة الكيك هتكون عبارة عن أربع بيضات عفواً، ونص كوباية من الشوفان، ونص كوباية من اللوز المفروم، ونص كوباية سكر فاكهة، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، ومعلقتين من الكاكاو، مش خمسة، معلقتين من الكاكاو، وثلاث معالق من الدقيق، وهنزينه بكريمة نباتي هنعملها مع بعض دلوقتي. هقول تاني المقادير علشان خاطر الكيكة دي حلوة جدا وصحية للغاية. أو زي ما قلنا، أنا عايز أطلع بقى الترين، إحنا سايبينه عشان يستوي قدامكم أهو. بعد ما استوى ده القالب اللي إحنا عاملينه مع بعض بتاع السمك. عرفنا إن هو استوى إزاي لما بنعمل كده بالشوكة أهو، ما بيطلعش مية. لو بيطلع مية يبقى لسه ما استواش، لكن كده يبقى استوى خلاص. نسيبه يبرد خالص وبعد كده نقطعه ونقدمه بالهنا والشفا. تاني، الكيكة بتاعتنا عبارة عن أربع بيضات، وعندنا نص كوباية من سكر الفاكهة، وعندي كمان نص كوباية من الشوفان، نص كوباية من اللوز المتقشر وني ومفروم، معلقتين كاكاو، وثلاث معالق من الدقيق، وعندنا كمان نص معلقة بيكنج باودر ومعلقة فانيليا، إلى جانب طبقة الجيلي، الجيلي العادي اللي احنا هنقول لكم دلوقتي هنعمله ازاي. يعني هنشيل طبقة الجيلي دي كده على جنب، تعالوا نعمل مع بعض الكيكة. الكيكة دي حلوة قوي، هشة جدا، هتعجبكم، وفي نفس الوقت صحية. معلش يا دكتور على الشطة، بس في الشط في بتهالي في البرد دوت الشطة دي حلوة، مفيدة طبعا. أول حاجة هناخد كده أربع بيضات. ما أنا مستنيك يا حودة بقى عشان نطلع لك البرد أنت كمان. كده أربع بيضات عليهم نص كوباية سكر الفاكهة، ونخفقهم مع بعض لغاية ما يعملوا مع بعض فوليوم جامد. يعني إيه فوليوم جامد؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. شغل، بسم الله، ونسيبهم كده مع بعض شوية لغاية ما يعملوا الفوليوم. بعدين هنجيب بولة تانية ونحط كل الحاجات الدراي مع بعض، الحاجات الناشفة كلها مع بعضها، بس لازم ننشف البولة. ناخد هنا الشوفان اهو، وناخد الدقيق ثلاث معالق، وناخد نص كوباية اللوز الني المفروم، وناخد كمان معلقتين الكاكاو، وعليهم نص معلقة البيكنج باودر، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه بالشوكة كده. وناخد معانا اتصال معانا أستاذة نيفين. أهلا بحضرتك. ألو. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، ممكن أعمل مداخلة؟ ألو. مع الدكتور أحمد. ألو. أيوة تفضلي يا فندم، تفضلي، سامعك دكتور. أنا بسدد دلوقتي، هو ده بيغير المود أو حاجة؟ اللي هي يا فندم؟ وعايز أعرف، وعايز أعرف توقيت مناسب للمشي الجري. توقيت مناسب للمشي او الجري، والمذاكرة وايه اللي بيغير المود ولا لا؟ الايه اللي بيغير المود؟ المذاكرة. المذاكرة لا طبعاً. التثبيت الوزن. تثبيت بيغير المود. حاضر، انت خسيتي وبتثبتي صح كده؟ انا خلاص في وزن المثالي، الدكتور قال لي ان انا في وزن المثالي. الوزن المثالي، طب حاضر اجاوبك. حاضر، انت قلت المذاكره والله سمعتها مذاكره، معلش بقى عشان الكيتشن ماشين شغال. هو طبعا فكره انك تمشي او تجري ده يعني بالنهار احسن اكيد من بالليل، لان ده بيساعد على الحر اكتر، ولكن احنا دايما يعني ايه ما بنحبش ان احنا نأزم الدنيا، يعني ايه نمشي بالليل الصبح الظهر، يعني مش لازم وقت محدد، احنا ممكن اي وقت، لكن الافضل ان احنا نمارس الرياضه بالنهار. وعلى فكره الرياضه اقل جرعه ليها يوم يوم لا،
يعني عشان الناس اللي بتعمل رياضه مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع الكلام ده ما ينفعش، هو اقل جرعه دي اون دي اوف. والاحسن في ممارسه الرياضه ان تكون الرياضه متنوعه، يعني يوم مشي يوم جري يوم رقص يوم ايروبكس في البيت يوم نط حبل، يعني كل ما كانت الرياضه متنوعه كل ما كان افضل. الحاجه الاخيره افضل انواع الرياضات للحرق او ان احنا نخس هي المشي على الاطلاق. يعني انا لو بمشي وقت طويل مثلا 40 دقيقه او نص ساعه او ساعه ده احسن من ان انا اجري للتخسيس. تاني في معلومه مهمه جدا ان المشي اهم من الجري بالنسبه للتخسيس عشان انا اخس، عشان الناس اللي بتقعد مثلا تجري لا الجري بيعمل ماسلز الجري بيعمل عضلات، احنا عايزين مشي عشان دي رياضه مور ايروبكس اكتر استهلاك للاكسجين فبتخليك تحرق كويس. الحاجه الثانيه طبعا فكره التثبيت بغير المود، هو التثبيت اصلا معناه ان هنبدا ننقل من اكل الرجيم لاكل الحر، فهنبدا ناخد وجبات حره بمعيار، زي مثلا الاسبوع ده هناخد وجبه المره اللي بعدها ناخد وجبتين يوم دايت يوم حر، لحد ما نوصل ان كل السكادول بتاعنا كل حياتنا بقت حر بناكل ولكن على قد المعده واستيعاب المعده بتاعتنا، فده مش هيقلب المود ولا حاجه، اكيد في حاجه تانية هي اللي مضايقك. شوف يسري ايوه كيكه اخبار ايه؟ انا طبعا ما رضيتش علي عشان تتكلم حضرتك براحتك. احنا هنزود تاني السرعه شويه، لازم بتعمل فوليوم وتبقى ناشفه يعني جواها هواء بس مش سايل عشان تقدر تتوافق في فورمه كنا عاملينها مغطيناها ببلاستيك. عشان دلوقتي انا عملت ايه؟ حطيت اربع كوبايات الميه، حطيت عليهم باكوين الجيلي الفراوله، وحطيت هنا الشوفان مع الدقيق مع البيكنج باودر مع اللوز مع الكاكاو كله مع بعضه كده اللي هو الناشف اهو، واول ده ما هيجمد معانا هننزل عليه بالخليط الناشف ده وندخله الفرن على درجه حراره 180 عشان يطلع لي الكيكه بتاعتنا اللي هي كيكه انا بعتبرها كيكه صحيه جدا وروعه جدا، لان فيها لوز ني وفيها كمان شوفان وفيها كاكاو وفيها اربع ثلاث معالق دقيق فقط. شايف لو بصيتوا حضراتكم هتلاقوا ان السكر الفاكهه الفرمه انا كنت حاططها فرمه مدوره كده في طبق عشان نحط فيها الجيلي. هنا بقى عملنا ايه بقى؟ تاني اربع بيضات عليهم نص كوبايه فاكهه نص كوبايه سكر فاكهه. بدأوا يحصل ايه؟ يديني الفوليوم اللي انا عايزه وكمان البيض يتجمد. نقوم موطيين خالص كده ورافعين وجايبين سباتولا ونوريكم الحركه دي، وبعد كده هجيب لك الفاصل يا حود عينيا حاضر اهو. لما نيجي نحط بقى تقيل على خفيف يبقى لازم يبقى ببطء وزي ما بنقول كده كل مره من تحت لفوق. نقوم واخدين شويه كده من الخليط ده منزلينها وناخد من كده من الجناب وننزل اهو ونقلب شويه بشويه نقطه بنقطه نقطه بنقطه لغايه ما تلف معانا ما يهبطش معانا، لو هبط معانا يبقى ملهاش لازمه خالص. شايفين شويه بشويه كده لغايه ما نخلص الكميه، وبعد كده نحطها فين؟ في قالب بتاعنا وندخلها الفرن لغايه ما توصل لغايه ما تستوي على درجه حراره 180. عشان كده هنستاذنكم ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع بعض. يا رب تكونوا مستمتعين معانا زي ما انا مستمتع النهارده معاكم مع دكتور احمد صبري. خليكم معانا لبعد الفاصل. الفورمه اهي شايفينها، هقول لكم بس عليها برضو قبل ما نطلع عشان تتجمد ونرجع نكمل مع بعض. هكمل دي بس، انا حابب اوريكم كل تفاصيل التفاصيل بصراحه، مش عايز حاجه تضيع مننا خالص. معلش يا حوده بقى سامحني. اه جبناها الحمد لله وكله تمام كله تمام اهو اهو. شايفين الحركه اللي انا بعملها دي بتخلي العمود القائم او الاساس بتاع البنايه سليم. يعني ايه الاساس بتاع البنايه سليم؟ لان لو الفوليوم اللي انا بهلب فيه ده هبط الهواء ده طلع يبقى بقت عجينه بتاعت مخبوزات ما بقتش عجينه بتاعت كيك. هو ده الهدف اللي انا حتى اما جيت قلت لكم اطلع فاصل ما رضيتش اطلع عشان خاطر تشوفوا دي، ونصبها جوه
القالب بتاعنا، وبعدين بعد ما نصبها جوه القالب كده ندخلها الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 180 لمدة يعني 35 دقيقة مش أقل، مش أقل من 35. خلاص دي كده هتخش الفرن. تعالوا بقى نعمل مع بعض الجيلي. أنا جايب فرن أهي مقفولة وحاطط فيها بلاستيك وحطيتها على طبق، والطبق ده كان في التلاجة عشان يبقى بارد. حاجه خد الفراولة بتاعتنا ومتقطعه شرايح، نرصها كده عكس بعض، نرصها في أي اتجاه زي ما انتوا عايزين بحيث إن تبقى ثابتة في الأرضية. ده لتثبيت الجيلي، لتثبيت الجيلي أهو. وبعدين بعد ما برص كده الرصة اللي انتوا شايفينها دي، هناخد مع بعض الايه قطع من الفراولة في الأرضية، وبعد كده نحط عليها شوية من الجيلي. يعني ايه شوية من الجيلي؟ يعني حوالي كبشة صغيرة وهي تكون بردت شوية. بعد ما تبرد معاها شوية هتلاقوها بتتجمد أسرع. أرجع أحط طبقة تانية من الفراولة والجيلي تاني. يعني نجيب هنا كبشة اهي، لأن دي الموضوع ده لازم كنت أقوله لكم قبل ما نطلع الفاصل. ناخد شوية كده من ده بس بعد ما يبرد، ونحطه فوق الايه؟ الفراولة. طبقة صغيرة حوالي 2 مللي 3 مللي تثبت، وندخلها بسرعة التلاجة تتجمد، وارجع اطلعها تاني احط شوية وادخلها وارجع اطلعها لغاية ما نملك كمية الجيلي اللي احنا عايزينها. ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. محدش راح في اي مكان عشان تشوف الممتع والجديد بعد على التلفزيون الحقيقي بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض تورتاية الجيلي. بعد ما حطينا كل طبقات الجيلي واتجمدت معانا وبقت بالارتفاع اللي احنا عايزينه، قمنا مركبين عليها الكيكه. بعد ما بردت بقت الكيكه تحت والجيلي فوق والفراوله في النص، وبعدين كريم شانتيه باودر بدون سكر خفقناه مع ميه. احنا اهو لسه موجود معانا في الكيتشن ماشين اهو، وبنجمل بيه. ناخد ريزوتات كده في النص ونيجي نحط في قطع من الفراوله. ايه رايك يا دكتور في الحلو ده؟ جميل، تسلم ايدك شيف يوسف بجد بجد. حط بقى قطع من الفراوله في النص هنا تاني. يعني ايه حكايه الفراوله؟ الفراوله انتوا عارفين ان سعراتها الحراريه مش عاليه قوي، فعشان كده احنا قلنا بقى نخلي الاكله كلها فراوله بفراوله. يعني الاكله زي ما انت شايف يا دكتور الحلو بتاعنا ده يتقال عليه ايه بقى؟ يتحط يعني يتصنف تحت صنف الحلو العالي السعرات ولا خفيف السعرات ولا زياده سعرات ولا ايه بالظبط؟ لا طبعا، هو كل حاجه كانت دايت فمعظم السعرات منخفضه والتغيير، يعني الناس برضو محتاجه تغير. الالوان حلوه حبيبي يا دكتور. ربنا يخليك. الله يخليك. هناخد بقى هنا في النص، شايفين بقى الحتة اللي هي بتبقى فيها قطعة من الزهرة الخضرة دي؟ الله يكرمك بالهنا والشفا اهو. وبعدين ناخد بقى روزيتا في النص كده بس، نحط برضو حتة صغيرة هنا بالهنا والشفا. لو حبينا نقطع قطعة بقى، نقطع قطعة ازاي؟ نجيب سكينة وناخد نجيب طبق اهو، ونعمل ايه؟ نيجي هنا بالراحة خالص اهو. انا حبيت بس انا بوريكم، ممكن تبوظ يعني مش مشكلة، بس المهم تشوفوا شكلها من جوه مع الكيك بتاعنا. هات لي سباتول كده من فضلك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لك بلاش. شفتوا بقى؟ وهنا بعدين نحط كده بلاش سباتول عشان خاطر لسه هندور. بسم الله، انت معايا؟ انت معايا؟ بص بقى على الحته دي. اوعى
على السحر. حاضر. انا اي حاضر. يبقى ده شكلها بعد ما بنغرفها الكيكه اللي فيها زي ما بنقول شوفان وفيها لوز وفيها كاكاو وفيها حاجات اهي تحت والجيلي فوق، والكريمه دي خفيفه جدا قليله السعرات الحراريه لانها كريم شانتيه باودر بدون سكر، يعني ممكن ناخد منه كده ما فيش مشكله. ده شكلها اهو. عايزين تحطوا معاها صوص فراوله تقدموها بالهنا والشفا. انا كده خلصت، بس هسيب الدكتور يسترسل شويه في موضوع السعرات السلبه تاني. واحنا بنستعرض مع بعض كده اكلاتنا اللي احنا عملناها النهارده، يا رب تكونوا مستمتعين معانا. احنا اتكلمنا في السعرات السلبه على ايه؟ عن الجريب فروت وعن الميه. ايه تاني؟ الشاي الاخضر طبعا من الحاجات اللي فيها سعرات سالبه، عشان في ناس بتقول ان الشاي الاخضر ما بيخسس. لا، الشاي الاخضر بيحرق 43 سعر حراري، بيستهلك 43 سعر حراري في الكوب الواحد في الكاسه الواحده. يعني الناس اللي بتشرب 3 كوبايات يبقى نضرب ال 43 في 3. فاذا الشاي الاخضر بيخسس، عشان المعلومات التضارب في المعلومات ده على مسؤوليه الشاي الاخضر بيخسس. كمان ما ننساش ان هو كمان فيه مضادات اكسده عاليه جدا، بوليفينولز وكاتكينز، حاجات اللي هي بتساعد جدا ان انت تحرق. فالشاي الاخضر بيخسس. طبعا كل ما هو لونه اخضر، على فكره من يعني دايما زي ما انا بقول كده بنلاقي الحاجات دي في وصفات. في ناس بتعمل عصير خضار قبل الاكل، يعني بيشربوا عصير خضار كرفس وجزر بيعملوا حاجات خضره كده ويبداوا يعصروها ويشربوها قبل الوجبات. ده يا جماعه من الحاجات برضو اللي فيها سعرات سالبه. نعم. يعني هي بتحرق عشان فيها سعرات سالبه. فاذا انت برضو لو عايز تنشط الحرق او ان انت عايز تحرق كويس وتستهلك سعرات، يبقى هتبدا تاخد عصير خضار قبل الاكل. من ضمن الحاجات بتاعت عصير الخضار المشهوره بقدونس، جرجير، الخس، الكرفس. من حقك اعمل ايدي كده لان انا دايما زي ما بقول بفكر، انا باخد وقت مستقطع يعني، بفكر بفكر المتلقي، بفكر المشاهد اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي. هو بيدور في دماغه ان حضرتك قلت على الجريب فروت، قلت على الشاي الاخضر، قلت على عصير الخضروات، قلت على الميه، كل ده انا ما اكلتش، عايز اكل، جعان اعمل ايه؟ بص، ايه بقى الاكل اللي عايزين نتكلم عليه بقى اللي هو برضو من السعرات السالبه؟ يعني مثلا احنا كنا داخلين في اكل النهارده، احنا مثلا عملنا اسماك، معظم الاسماك مثلا اللي هي البولتي، الحاجات اللي هي مثلا دونه قليله شويه، الشريحه البولتي، البوري والبولتي بالاغلب يعني. واذا معموله بطريقه صحيه كده، مثلا لو الشريحه فيها 246 سعر حراري ممكن تحرق لحد 320 سعر حراري. بس انا يعني ايه، كان قصدي ما اتكلمش على اكلات اكتر ما اتكلم على حاجات زي ما تكون سناكس، وجبات بينيه وتخليك تحرق اكتر. يا دكتور، ما انا في النهايه انا مشاهد عايز اكل، عايز املى بطني. ما انا الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي روعه، ولكن دي في مرحله معينه من ثقافتي انا. يعني بعد ما بوصل لثقافه معينه في الغذاء، فاعرف ان الميه كويسه جدا، بعرف ان الشاي الاخضر زي الفل، بعرف فخلاص بالنسبه لي انا بقيت مقتنع من جوايا ان اللي باخده دوت زي ما بنقول سعرات سالبه. لكن انا الناس اللي هي لسه بتبتدئ، الناس اللي هي لسه داخله في موضوع الدايت جديد، الناس اللي هي لسه وجعانه، عارف يعني ايه جعانه؟ انت حضرتك قلت له السمك، ايه تاني ممكن نتكلم عنه في الاكل ياخده وفي نفس الوقت يقلل السعرات؟ يعني ممكن في الخس، ممكن في الجرجير، ممكن في شيء ما نكونش نشوي، يعني مثلا الالياف الموجوده في القمح، حبه القمح الكامله كده يعني. لا، هو بص يا شيف يسري، معظم فكر السعرات السالبه بينطبق على الحاجات زي ما انا قلت لك كده، يعني معظمها خضروات وفاكهه، حاجات تيجي سناكس. لكن الحاجات يا شيف يسري الاساسيه، الحاجات الاساسيه مثلا، يعني نقصد مثلا ناخد بروتين، مثلا ناخد فراخ، ناخد لحوم، مش عارف ايه، ده ما فيهوش سعرات سالبه. هو البروتين عامه بيخلي الجسم يستهلك 10% من الطاقه زياده، لكن هي فكره ان انا ادخل حاجه وتستهلك اكتر ما تديني. ده موجود في اكلات محدده. وفي نفس الوقت هي هتسد جوعك. انا حبيت بس عشان خاطر انا عارف هم، عارف مشاهديني بقالي سنين معاهم، فعارف بيفكروا ازاي، فقلت اكلمك بلسان حالهم يعني، بفكرهم هم.
ازاي لو هم مكاننا هيسالوا عن ايه، فعشان كده حبيت اسال الاسئله دي. طب ايه تاني يا دكتور بقى خلاص في المطلق يعني بعيد عن الاكل؟ هو معظم السعرات السالبه هنلاقيها في الثوم، في الشاي الاخضر، في القرفه والجنزبيل، في الشمندر، في الكرفس. الشمندر اللي هو البنجر. البنجر. في الكرفس. في الخس، في الجرجير، البصل، المشمش، البرقوق، الفراوله، عشان النهارده احنا عندنا فراوله. عندنا فراوله كتير. الجريب فروت، الكيوي، الاناناس. واحنا قبل كده برضو في حلقه قبل كده قلنا عن عصير الكيوي والاناناس. نعم. يعني احنا في حلقه قبل كده كنت قلت ان احنا لو شربنا عصير كيوي واناناس يوميا لمده 6 اسابيع مع ممارسه رياضه ساعه هتخس 5 كيلو. نعم. عشان الناس اللي هي بتقول انا مش عارف اخس، في حلول بسيطه، حتى مش لازم ان انت تخش في حميه غذائيه زي ما انا قلت كده. لو يعني احنا قبل كده في مره من المرات قلنا لو شربت العصير ومارست ساعه مثلا مش هتخس قد كذا في وقت قد كذا، من غير لا دايت ولا من غير ما تتعب نفسك. فدي حاجات كلها فيها الفشار من غير زيت، من الحاجات الشوفان اللي احنا عاملين فيه الكيك دي. فطبعا عشان كل الحاجات دي موجوده، احنا النهارده عاملين سمك وفراوله وحاطين شوفان، فدي كلها حاجات فيها سعرات سالبه وحاجات يعني ايه، النهارده الدنيا مظبوطه على الموضوع بالظبط. دكتور والله يعني انا عايز اقول لحضرتك ان المعلومات اللي بتقولها رائعه قيمه، وفي نفس الوقت يعني احنا بنتكلم ازاي الناس تبدا تاكل. يعني احنا ما بنحرمش حد، يعني ما في البرنامج ما بنقولش ما تاكلش، وما بنتكلمش على الاطباء المحترمين اللي بيقولوا ربع رغيف واربع معالق فول والكلام ده كله مش قصتنا خالص. احنا بنتكلم تاكل ايه بس بالتوازن. سليم. هو ده الهدف من برنامجنا. واختلاف. والاختلاف طبعا. الاختلاف يعني عفوا يعني كل يوم هفطر فول، كل يوم هاكل بيضه مسلوقه، كل يوم لا، طب ما انا ممكن اكل شريحه سمك من دي، ممكن اكل شويه رز مع حته لحمه من دي، ممكن اكل قطعه كيك من دي. هو ده القصه اللي بتخلينا نقعد متحير طول الاسبوع علشان نطلع معلومه جديده، نطلع معلومه جديده ومفيده في نفس الوقت. طب حضرتك عايز تعقب اي تعقيب تاني عن السعرات السلبه؟ ده كان موضوع حلو قوي. يعني انا في الاخر خالص عايز اقول ان دايما شيف يسري في سؤال انا بقابله، انا بجوع في الشتاء اعمل ايه؟ يعني في الاخر انا يعني اتمنى ان انا قدرت اوصل معلومه ان في يا جماعه حاجات هي بتخش عليك تخليك تحرق اكتر ما تستمد من الطاقه، وممكن تاكل طول ما انت قاعد ولكن ما تخزنش من السعرات. ده موجود جدا، ودي الابحاث الجديده اللي معموله، ومش كل الاكل بيتخن ومش كل الاكل بيخسس. يعني نعم. ايه يعني ده فكر جديد انا عايزك تطبقه وانت بتعمل تنظيم لاكلك، مش كله تاكل ايه وتعمل ايه بس. دكتور احنا كنت مستمتع النهارده بجد، وانا معاك النهارده عملنا لكم حاجات اتمنى ان هي تكون حازت اعجابكم، يعني ولو ممكن يكون فيها سنه تركيبات، لكن في النهايه الهدف هو انتم، الهدف هو انتم في اكل جديد، الهدف هو انتم في اكل صحي، الهدف في النهايه ان احنا نوصل لكم اللي احنا عايزين نقوله، بس زي ما بنقول كده في ملبسايه، في حاجه شكلها حلو قوي. يعني اي حد يشوف الكيك اللي احنا عملناه ده هينبهر بشكله، لكن هو في النهايه سعراته حراريه قليله جدا. لان احنا حاطين في الكيك شوفان، حاطين لوز ناعم، كل اللي فيه نص كوبايه سكر وسكر فاكهه كمان، وثلاث معالق دقيق وكاكاو وبيض، كل الحاجات دي تعتبر من الحاجات اللي هي قليله السعرات الحراريه. اما اللي على الوش ده جيلي زي ما انتم عارفين، برضو بيبقى مسموح به في اكلات الدايت يا دكتور، صح؟ معلش بس خلاص، يعني احتمال يكون اخر يوم النهارده في البرد يعني، بس خدنا كل حاجه والله، يعني الحمد لله رب العالمين. هو كان دور، والدور ده على فكره انا بقوله من هنا لكل الناس، الدور ده بياخد فتره ويعدي، يعني مش فتره مش قليله، بس هي لازم تتاخد بكل الادويه، بكل الاطباء مع احترامي لهم، لازم تاخد الفتره بتاعتك، بس توخى التعرض للتقلبات الجويه. امبارح كان الجو برد مثلا، الواحد ما يطلعش بقى حاسس ان هو لسه مخفف. عضلاته كويسه وبتاع ويطلع، لا ما ينفعش، لازم نتوخى الحذر، لان انا فعلا حصل لي ده، لان كنت في يوم واقف في مكان فتعرضت لتيار هواء جامد جدا فجالي البرد ده، من ساعتها من يوم 24
بس الحمد لله اخر يوم النهارده الحمد لله الحمد لله. انا حاسس لان البشاير بدات شويه كحه بسيطه والحمد لله يبقى كله زي الفل. الاكله الثانيه المكسيكي هي ممكن تكون سبايسيس للي ما بيحبش السبايسي، شيلوا الشطه شيلوا الشطه، بس فيها سعرات حراريه اقل بكتير اقل بكتير من اللي احنا متعودين ناكلها، واكل كان قاعد زي ما بنقول دايما اكل مطاعم. انا طبعا كنت سعيد وانا موجود معاكم، وبشكر دكتور احمد صبري على حضوره الجميل، وبشكر كل القائمين معنا في البرنامج. طبعا بنرهقهم ونتعبهم يعني مش عارف اقول لهم ايه، كل سنه هم طيبين ودايما معنا باستمرار ان شاء الله عشان نقدم لكم كل ما هو ممتع وجديد. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. بكره ان شاء الله يوم العزومه البيتي، ان شاء الله تشرفنا مدام دعاء، اشوفكم على خير بكره وسلام عليكم.